على مشارف العام الثالث من التدخل العربي في اليمن، وصلت صواريخ الحوثي والرئيس المخلوع إلى سماء الرياض. قابله تصعيد سياسي وعسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية. عن هذا التصعيد ومدى جديته واتساقه مع مشروع استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب ستكون حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر. أهلا بكم. انطلق التحالف العربي بعد وصول صاروخ إيراني الصنع كما تقول مصادر الرياض في إجراءات متشنجة، كما لو أن الحرب بدأت للتو. تضمنت الإجراءات فرض حصار شامل وإغلاق كافة المنافذ اليمنية بحجة منع وصول الصواريخ والدعم الإيراني للحوثيين. لم يقتصر الأمر على المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيا كميناء الحديدة، بل امتد ليشمل المنافذ التي يسيطر عليها التحالف ذاته كميناء عدن ومطارها ومنفذ الوديعة قبل أن يعاد فتح بعضها تحت الضغط الدولي بطبيعة الحال، وهو ما دفع اليمنيين إلى التساؤل عن الهدف الحقيقي لهذا الإجراء. كيف يمكن فهم إغلاق مطار عدن الذي يسيطر عليه التحالف ويمنع طائرة الرئيس من الهبوط فيه على أنه يمنع وصول الدعم للميليشيا؟ وكيف يمكن فهم إصدار لائحة بالمطلوبين يغيب عنها حليف الانقلاب المخلوع صالح ورجاله، وهو الذي أعلن قبل أيام أن قواته لا زالت تمتلك صواريخ تصل مداها إلى الرياض؟ ثم هل يمكن الاطمئنان إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الجديدة من قبل التحالف تصب في صالح استعادة الدولة اليمنية أو الشرعية؟ أم أننا أمام طور جديد من المعركة تتحول فيها اليمن إلى ساحة صراع إقليمي على نحو واضح لا علاقة لليمنيين به إلا لكونهم الضحية؟ وإذا كانت المنطقة مقبلة على حرب أوسع، أليس ذلك حافزاً للتحالف لينجز مهمته في اليمن بدلاً من العمل على تقويض الشرعية كما هو حاصل في عدن والمحافظات الجنوبية؟ والأهم من ذلك كله، هل لا يزال اليمنيون يمتلكون فائض ثقة لمنحها للتحالف ولإجراءاته الأخيرة بوصفها استهدافاً للميليشيا وليس استهدافاً مباشراً لما تبقى لهم من فرص حياة؟ للنقاش حول هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، ومن تعز أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك: كيف تقرأ التصعيد السياسي والعسكري الأخير للتحالف العربي؟ والبداية معك سيد العقيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحي ضيفك ودكتور فيصل ومشاهديكم الكرام. في الواقع أن الذي حصل مطلع هذا الأسبوع يوم السبت الماضي هو تطور باتجاه أقلمة الصراع، لأن الصاروخ الذي كاد أن يضرب مطار الملك خالد وأسقط طبعا هو صاروخ باليستي متوسط المدى من تجميع إيراني، وثبت بالمعلومات الاستخباراتية أن الذي أطلقه جنود تابعون لحزب الله وربما مع خبراء إيرانيين. على كل حال، الصاروخ هذا هو ينقل الصراع نعم ينقل الصراع، يعني استكمل جملتك قبل أن أنتقل إلى ضيفنا الآخر. ينقل الصراع إلى مرحلة شديدة الخطورة، لأنه الحوثيون فتحوا أبواب اليمن أو مساربه السرية النقل للصواريخ الباليستية التي انشغلت القيادة الإيرانية بتصنيعها منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، عندما دمرت أربع محافظات قريبة من الحدود العراقية وفي الشمال والشمال الغربي للدولة الإيرانية. ويبدو أنهم أرادوا تفادي المأزق الذي وقعوا فيه في الحرب العراقية الإيرانية في اشتباكهم الأزلي مع العرب، وجهزوا
صواريخ متوسطة المدى وصواريخ قصيرة المدى بالتعاون مع كوريا الشمالية، والآن يبدو أنها أوصلوها إلى حليفهم اليمني كما كانوا قد أوصلوها إلى حليفهم اللبناني وإلى مناطق أخرى. المهم ما يهمنا المهم يعني، ويمكن ربما أبرز ما قلته بأن هذا التصعيد أنت فهمته من وجهة نظرك بأنه تصعيد باتجاه أقلمة الصراع كما قلت. ماذا عنك دكتور فيصل، كيف تنظر إلى التصعيد السعودي تحديدا الأخير عسكريا وسياسيا؟ كلمة أخيرة بس. نعم تفضل تفضل سليمان. الصاروخ الإيراني حاول ضرب مطار الملك خالد بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء اللبناني، مما يعني أنه رسالة إيرانية خالصة. نعم، إذن هو استهداف إيراني للسعودية، وبالمقابل يعني ردود السعودية أو تصعيدها هو رد على مستوى إقليمي يعني لتوسيع دائرة الصراع الذي يعتقد ربما الأستاذ سليمان بأن إيران هي التي ابتدأتها. كيف تنظر أنت إلى الأمر دكتور فيصل؟ مرحبا بك وبالمشاهدين وبالضيف الكريم. أنا أتفق مع الأخ الضيف من الرياض باعتبار أن الحرب انتقلت من حرب يمنية خالصة بين انقلاب وشرعية ودول التحالف وظيفتها هي العون لليمنيين باستعادة الدولة التي تم الانقلاب عليها، تحولت إلى حرب سعودية إيرانية في اليمن. أي أن اليمن أصبحت هي جغرافية الحرب التي تخص السعودية وإيران. اليمنيين خارجين من هذه المعادلة، لا تعيرهم الحرب أي معنى، والصراع أقليمي بكل وضوح. لم يعد هناك خاف على المشاهد العادي، فضلا على المشاهد الحصيف، بأن الصراع أقليمي بامتياز. طيب أستاذ سليمان، يعني نحن على مشارف العام الثالث للتدخل، تدخل التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، ومع ذلك استطاعت صواريخ حوثية وصواريخ تابعة للانقلاب أن تصل إلى عمق الرياض، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ وما الذي كانت تفعله قوات التحالف العربي خلال 3 سنوات؟ أخت آسيا، أنت تعرفين أنه أسوان. القوات آسيا أسوان معك أسوان آسيا أخت أسوان، تعرفين أنه القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية ضبطت عدة صواريخ مفككة في مأرب وفي شبوة وفي الطرق المؤدية إلى أبيا. يعني يبدو أنه كان التهريب من عدة طرق وليس فقط من الحديدة، ويبدو وأنت تعرفين أخت سوان يعني في الحروب تحصل تجارة وارتزاق ويعني تمصلح وبيع وشراء، حتى في الجبهات تحصل بيع وشراء، فكيف بالدعم اللوجستي وتوصيله إلى أهدافه؟ طبعا التحالف العربي ركز في المرحلة الماضية على موانئ البحر الأحمر، ويبدو أنه أهمل موانئ البحر العرب، ويبدو فيما يبدو لي أنا كمراقب ومن خلال تتبعي لأخبار الميدان اليمني أنه الصواريخ جاءت من الموانئ الصغيرة أو ربما الشواطئ وليس الموانئ، لأنه الصيادين يستطيعون نقلها من عرض البحر إلى الشاطئ عبر سفن صغيرة لأنها مفككة، هي كراتين مفككة ويتم جمعها في المنطقة الهدف. إذا كان الأمر كذلك أستاذ سليمان، ما الداعي لإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية التي هي تحت سيطرة التحالف العربي حصرا؟ لا، الذي تحت سيطرة الحكومة الشرعية فتحت، طبعا هي أغلقت يوم أو يومين لإجراءات أمنية ورد فعل سريع، لكن في التفاصيل
افتتحت الموانئ التابعة للشرعية، ومن المطار بلغت كل خطوط الطيران. اليوم أنا قريت خبر في المواقع اليمنية أنه فتح، والمينا فتح من يومين أو ثلاثة. هو كان يعني أمر ربما فهم غلط. تعرفين الاتصال بين التحالف العربي والأرض يتسم أحيانا ببعض التعقيد، لأنه الوضع الميداني ليس مركزي، يعني فيه مقاومة وفيه حكومة وفي جهات أخرى يعني. فلذلك أنا أعتقد أنه الأمر الذي صدر لإغلاق الموانئ كان فيما يبدو غير مفهوم للمستقبلين أو للمنسقين، وجرى تصحيح هذا الأمر وفتحت الموانئ التابعة للشرعية خلال الأيام. نعم نعم، يعني أيضا ولم ينظر إلى الجوانب الإنسانية في هذا النوع من القرارات. دكتور فيصل، يعني بغض النظر عن هذه التفاصيل التي تحدث عنها الأستاذ سليمان، ما هي دلالة إغلاق منافذ برية وبحرية وجوية تحت تصرف التحالف في ظرف كهذا، يعني سواء كان إغلاقا مؤقتا أو دائما، فكرة إغلاق هذه المنافذ وهي تحت السيطرة، ما الذي يمكن أن تفهمه أنت من هذا، من هذه الخطوة؟ دكتور فيصل، من منظور عسكري صرف احترافي طبعا، ولا يوجد. نعم لا تسمعني؟ أسمعك أسمعك دكتور فيصل. طبعا يفهم هذا الإغلاق على أنه دلالة على أن هناك عمل عسكري مركز يراد به الحسم بشكل شامل، أو على الأقل الحسم الجزئي مثلا لإسقاط ميناء الحديدة أو الساحل الغربي. هذا من منظور عسكري، لكن من منظور إنساني هو مناقض للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن هذا القرار صدر بدون أي مبررات وبدون أي أهداف وبدون أي تحديد للزمن، وبالتالي يوقع اليمنيين عن بكرة أبيهم، سواء هم في نهاية الأمر بشر، سواء كانوا تحت إدارة الانقلاب أو إدارة الشرعية، يوقعهم أو يجعلهم في سجن كبير، ويعرضهم لكثير من الانتهاكات في الحقوق. يعني الآن الأسعار ارتفعت بشكل غير متوقع لمجرد سماع هذا القرار. كل الأسعار، الناس يعيشون شيئا من المجاعة المتسعة يوم بعد يوم، والأسعار ترتفع وسعر الريال ينخفض، ولا إغاثة ولا دعم ولا رواتب، وبالتالي هناك قرار بإغلاق جميع المنافذ جوا وبرا. هناك أمراض توفوا في مطار سيئون، وهناك أناس عالقون في معظم مطارات العالم الذين ينوون العودة إلى اليمن. يعني قرار غير موفق، قرار غير صائب، غير مدروس. طيب دكتور فيصل، إذا ما ركزنا، كان يتوقع من التحالف أن تعلن هذا القرار حصريا بالمناطق التي تقع تحت الانقلاب، سيكون ذلك مفهوما. لكن أن يكون القرار شاملا لكل مناطق الجمهورية اليمنية وبما في ذلك موانئ الشرعية غير مفهوم. نعم في هذه الجزئية دكتور فيصل، ألا يفهم من ذلك دكتور فيصل المطارات فتحت غير صحيح؟ يعني لا ينبغي أن نتكلم عن إشاعات. دكتور فيصل هل تسمعني؟ يعني فيما يتعلق بإغلاق المنافذ، حتى تلك المنافذ التابعة للشرعية أو للتحالف بعبارة أدق، ألا يفهم ذلك بأن هناك خيانات ربما داخل هذه المنظومة فيما يتعلق بتعاطيها مع مسألة السلاح القادم من إيران إلى الميليشيات الإنقلابية؟
مثل هذه الاحتمالات واردة، ولكن بما أنها تقع تحت سطوة السلطة الشرعية ودول التحالف فهي في منظور رقابي واضح، يعني كل الموانئ تدخل بعد التفتيش، وكل الطائرات التي تتجه لليمن أو تغادر تخضع للتفتيش. هناك سوء إدارة واضحة سواء من دول التحالف أو من السلطة الشرعية. للأسف إذا كان مطار عدن إلى الآن حتى وإن كان مفتوحا لا يعني مفتوح بشكل نسبي، يعني ليس فيه غير طائرات اليمنية، يعني لم تؤمن عدن بشكل كافي حتى تعود السفارات، حتى تعود القنصليات، حتى تعود شركة الطيران لكي تثبت للعالم بأنه ما أنجزته دول التحالف في مسألة تأمين المناطق الشرعية يشجع على ذلك. وبالتالي ترك المناطق الشرعية بهذا الخلل وبهذه الرخاوة يجعل من الخيانات أو من التسريب أو من التهريب السلاح واردا. والعمل هنا يدين السلطة الشرعية بالتقصير ويدين دول التحالف بسوء الإدارة والتقصير أيضا. نعم، إذا بسوء الإدارة والتقصير. يعني أستاذ سليمان العقيلي، يعني كان قد تحدث ناطق الرسمي للتحالف بعد أسابيع من انطلاق عاصفة الحسب بأنه تم تدمير كل الترسانة أو المخزون الصواريخ الاستراتيجية أو طويلة المدى التابعة للانقلاب، ومع ذلك رأينا بأن هذه الصواريخ لا زالت متواجدة ولا زالت تصل إلى العمق السعودي، وصلت إلى مكة وتصل إلى الرياض وتصل إلى الحدود بشكل مستمر. يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ يعني حتى إذا ما تحدثنا عن مسألة تسريب أو تهريب أسلحة خلال 3 سنوات من بدء العمليات، ألا يعد ذلك في أحسن الأحوال فشلا ذريعا للتحالف العربي في إدارة المعركة والملف العسكري على وجه الخصوص؟ يعني إطلاق الأحكام والاتهامات سهل في مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية، إنما أبغى أصحح، الناطق باسم التحالف لم يقل أنه تم تدمير جميع الصواريخ، ذكر نسبة أعتقد 75% أو شيء من هذا أو 80%. على كل حال حتى لو هو تحدث عن 90%، يعني هل يعقل أن 10% خلال 3 سنوات لم يستطع تدميرها التحالف العربي بكل ترسانته العسكرية الضخمة؟ نعم صحيح، يعني حتى لو قال 90% يعني إخفاء الصواريخ في الكهوف وبالجبال أمر سهل، والتهريب كذلك أمر سهل. رأينا الصاروخ اللي ضرب الرياض كل الدوائر العسكرية وما فيها الدوائر الأمريكية والخليجية أكدت أن هذا الصاروخ غير موجود في اليمن، وإنما قبل بدء الصراع وحتى مع بداية الصراع يبدو أنه وصل متأخر. طبعا هذا يعكس أخت أسوان الطبيعة الجيوسياسية لهذه الحركة الانقلابية في صنعاء، أنها تخدم مشروع سياسي أو جيوسياسي في المنطقة تقوده إيران. طبعا من حق المملكة العربية السعودية ومن حق اليمن ومن حق جيران اليمن في الخليج أنهم يدافعون عن أمنهم الاستراتيجي، لأنه بقاء إيران التي تضرب الرياض اليوم وتهدد بضرب دبي وبالتأكيد ضربت عدن وضربت مأرب، يعني تستطيع أن تمثل بهذه المنهج تهديد استراتيجي للأمن والسلام في الجزيرة والخليج العربي. هذا لا يصبر عليه مهما كانت التكلفة والتضحيات. الدول التحالف العربي لدعم الشرعية ستبذل كل ما لديها لإخراج هذا الخطر من هذا المعقل. هذا الحقيقة، هذا الخطر جاء بسبب فشل الحكومة اليمنية السابقة أو الدولة اليمنية، مع فشل في الحقيقة أيضا لأشقاء اليمن ولا نبرئهم، الذين لم يستطيعوا أن ينسجموا مع الإدارة اليمنية أو مع الحكومة اليمنية في رؤية استراتيجية موحدة لدرء مثل هذه الأخطار.
طيب أستاذ سليمان، إذا يعني حديثنا عن الخطر الذي تمثله إيران ويعني عبر ذراعها طبعا فيما يتعلق باليمن عبر ذراعها الحوثي، هذا أمر يعني ليس جديد وهو معروف للجميع. الحديث هنا عن المعالجات وتعاطي التحالف العربي مع هذا الأمر، لماذا يعني يجري الحديث الآن عن هذا التصعيد وهذا التضييق وكأن الحرب يعني ابتدأت بالأمس يعني أو للتو؟ لماذا لم يتم حسم المعركة عسكرية منذ 3 أعوام على الأرض من خلال الجيش الوطني الذي تم إنشاؤه وبناؤه خلال هذه الفترة؟ لماذا يتم الذهاب بالمعركة في الجنوب في اتجاهات أخرى تخدم الانقلاب أكثر مما تخدم الشرعية والتحالف؟ لماذا لا يتم تحرير تعز مثلا على سبيل المثال أو تحرير الحديدة أو تضييق الخناق على الانقلابيين وبالتالي تنتهي المشكلة برمتها؟ والله هذا السؤال معقد جدا أخت سوان، وأعتقد أنه يعني هو مشكلة الحرب اليمنية. إذا تذكرنا أخت سوان استلهمنا الدروس والعبر من حروب اليمن وآخرها حرب ثورة 26 سبتمبر التي استمرت حوالي 8 سنوات من 62 وتكاد أن تكون قد انتهت في 70. نجد الحقيقة أنه طولها هو لأسباب عديدة، ولكن من أبرزها أيضا تعدد الولاءات الميدانية. يعني في حقيقة الأمر أنه الوضع الميداني في تلك الحرب في الستينات، الجمهوريون ينجزون إنجازا في النهار وينتزع منهم في المساء. هذا في حقيقة هي طبيعة الكر والفر في الجغرافيا اليمنية. لازم الباحث أو المحلل يمعن النظر في طبيعة الجغرافيا وطبيعة الجغرافيا السياسية والجغرافيا العسكرية. اللي حاصل الآن هو المشكلة في مقاربة تقريبا لأزمة الستينات. يعني بمعنى أستاذ سليمان، يعني الحديث ربما نعم أستاذ سليمان ما في جبهات، لا ربما أستاذ سليمان يعني الوضع ليس كما تصفه، يعني ليس بذلك بتلك يعني بذلك الشكل. الوضع مختلف الآن يعني هناك يعني قاعدة شعبية واسعة مع الشرعية، هناك غطاء أيضا عسكري ضخم وكبير ممثل بالتحالف العربي الإقليم بالكامل مع الشرعية، قرارات دولية مع الشرعية. الوضع مختلف ربما تماما، ربما لم يتم الاستفادة من الفرص ونقاط القوة بالنسبة للتحالف العربي. سأعود إليك أستاذ سليمان، دعني أنتقل يعني في هذه الجزئية إلى الدكتور فيصل. يعني الدكتور فيصل، ألا تعتقد بأن تباطؤ وتراخي التحالف العربي في إنجاز المعركة أو وضوح رؤيته فيما يتعلق بمعركة استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب هو ما أوصل الوضع إلى ما وصل إليه الآن، والتحالف وعلى رأسه السعودية قائد التحالف تجني الآن ثمار هذا التباطؤ في إنجاز المعركة على الأرض؟ بالضبط هذا هو ما هو حاصل. تباطؤ إنجاز المعركة منذ 3 سنوات وعدم أيضا حسم المعارك جزئيا على الأرض بضبط مناطق المحررة بحيث لا تسمح بالثغرات، سهل للإنقلابيين باستعادات الروح المعنوية، وكذلك أيضا استعادوا نوع من القوة التي لم تكن متوقعة سواء بتهريب صواريخ أو بتركيبها داخل اليمن. تقنية صناعة الصواريخ اليوم لم تعد صعبة، يعني معمل صغير مع مجموعة من المحترفين بإمكانها من يعيد تركيب الصواريخ، ولكن نتيجة لأقصد اعتمادا على ما صرح به الرئيس السابق عفاش بأن لديه مخزون كبير، أي أن هناك مفاجآت لديه، والتراخي الموجود سهل مثل هذا العمل. يعني شبوة موانئها مفتوحة ولا زالت جزءها يقع تحت سيطرة الانقلابيين، هذه ثغرة لم يسدها التحالف ولا السلطة الشرعية. الممر المهرة شبوة أيضا مع الجانب البري
الخالي من المدن يسهل تمرير كثير من الأسلحة عبرها. يعني البيضاء كان بإمكانها أن تسد هذه الثغرة ولكن تركت دون عون، أي أن التحالف لم يضبط وسلطة شرعية مثل هذه الثغرات. ميناء الحديدة ظل متاحا للانقلابيين ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيش السفن بالدقة العالية أو منع القوارب التي تأتي خارج الموانئ أو أقصد السواحل التي يسيطر عليها الانقلابيين. هذه الثغرات أعطت للانقلابيين أملا بالتحدي، أملا بإعادة تدوير المعركة بشكل مختلف. يعني الآن إذا هناك إنتاج محلي للصواريخ أو هناك مخزون كبير لم يتم تدميره مع إرهاق كبير للإقليم وللسعودية وللإمارات، للأسف ربما تتخذ الحرب مدى أطول مما نتوقع. واضح بأن الأداء العسكري دكتور فيصل، لماذا يعني لماذا هذا التباطؤ؟ تتحكم دول التحالف بالمشهد دون أن تمنح السلطة حق السيادة على اليمن. يعني تأتي التوجيهات مباشرة من السعودية أو من الإمارات لميليشياتها على الأرض. الأخ الضيف الكريم تكلم عن تعدد الولاءات، أنا أؤيده في ذلك، وما تعمله الإمارات والسعودية الآن هي تدعيم لتعدد هذه الولاءات. أصبحت الإمارات لها ميليشيات على الأرض، السعودية لها أجندة على الأرض، وبالتالي والانقلابيين عندهم على الأرض. إذن هذه الولاءات أيضا كانت خطأ كبيرا. كنا نتوقع بما أنه الهدف استعادة الدولة والسلطة ودعم السلطة الشرعية أن يتم التعامل مباشرة عبر السلطة الشرعية، رئيس، نائب رئيس، رئيس هيئة أركان، قائدة محاور مباشرة. أما أن تتحامل دول التحالف مع ميليشيات على الأرض، هذه أضعف الأداء وأضعف الموقف، وجعل المشهد يتجه اتجاها غير متوقعا بالجملة. لماذا يعني برأيك دكتور فيصل يحدث ذلك؟ معنويات الناس في بداية الحرب كانت عالية في دعم وجود التحالف ودعمهم العسكري لاستعادة الدولة وطرد الانقلابيين. الآن هذا دكتور فيصل هتسمعني، بدأ يتضاءل، بدأت هناك نقمة شديدة واضحة ضد أداء التحالف الذي تجاوزت أخطاءه على المدنيين أكثر من 100 هدف عبر الصواريخ. للأسف يعني إذا أردنا أن نستطرد في هذا المجال سنجد بأن التحالف يدير معركة بشكل فاشل ولا يستطيع أن يحدد نهاية لها. طيب دكتور فيصل، لماذا هل لديك تفسير لذلك؟ دكتور أتمنى أن تكون تسمعني دكتور فيصل. الأرض سواء في اليمن أو في لبنان أو في العراق أو في سوريا، وهي أيضا لها وجود في البحرين وفي عمان وفي داخل السعودية. يعني الأمور كلها يمكن أن نكتشف بعد سنوات من الحرب إذا استمرت بهذا الشكل أن الإقليم كله تغير وتغيرت خريطته السياسية. نعم دكتور يعني فيصل، كنت يعني أود أن أسمع منك تفسيرا لكل ما ذكرته. يعني هناك يبدو أمرا أو سرا أو لغزا فيما يحدث، يعني مصلحة الإقليم في مجابهة الخطر الإيراني، وفي نفس الوقت نرى ما نراه على الأرض. أستاذ العقيلي، تسمعني أستاذ العقيلي؟ نعم معك أسمع. طيب أستاذ العقيلي، كان قد تحدث الدكتور فيصل عن الخطر الذي يتهدد الإقليم واليمن بطبيعة الحال بسبب الانقلابيين بشقيهم، يعني الحوثي والمخلوع صالح. وهناك من يتساءل لماذا يغيب حضور المخلوع صالح وأعوانه من الخطاب السعودي أو الخليجي في حديثهم عن خطر هذا الانقلاب، لماذا غاب المخلوع صالح وأعوانه أيضا عن قائمة المطلوبين السعوديين التي صدرت مؤخرا بعد إطلاق الصواريخ، برغم أنه هو من أطلق تصريحات قبل أيام بأنه لا زال يمتلك ترسانة عسكرية طويلة المدى تصل إلى الرياض؟ نعم، أنا أعتقد أنه هذا الأمر تكتيكي، بمعنى أنه ربما يكون محاولة يعني دق السفين بين الحليفين الانقلابيين أو لإثارة الشكوك بينهم على ضوء الاتصالات التي كانت تجريها الرياض مع الحوثي
وكانت تجريها أبو ظبي مع علي عبد الله صالح، وهذا في واقع الأمر يعطي انطباع بأنه الموضوع ليس انتقائيا وإنما هو ذو طبيعة تكتيكية لتحقيق هدف استراتيجي. هذا من ناحية. من ناحية الثانية، لا زال علي عبد الله صالح خصم، وقد هدد الحقيقة الرياض وهدد دول التحالف العربي دعم الشرعية، وهو في تقديري أنه خصم ولا زال خصم، ولم يتم بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا تتعامل معه لا بالقنوات الجانبية ولا المباشرة، ولا أعتقد أن هناك استعدادا سعوديا لتعويمه. ومثل ما قلت، يعني الحرب هي مناورات، وأعتقد أن الحوثي هو الذي يقود المعركة، هو الذي يسيرها، وهو مع وكيله الأقليمي هو الذي يديرها. وعلي عبد الله صالح في تقديري أنه ملحق بالحوثيين، ورغم قوته العسكرية التي تضاءلت في الفترة الأخيرة. نعم، لكن سيد سليمان، تجاهل ذكر يعني المخلوع وهو الذي ذكر بالاسم هو ونقله وبعض أفراد أسرته بقرارات دولية وقرارات عقوبات دولية، في حين ذكر موظفون عاديون تابعون للحوثي، يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ أنا أعتقد أن الحوثي هو الخصم السياسي اقتسوان أسهل من الخصم الإيديولوجي. يعني الخصم السياسي يمكن التفاهم معه، يمكن يقدم تنازلات، ممكن انه يعني يتعامل او مع سيناريوهات الحل. اما الخصم الايديولوجي الذي اعطى كل اوراقه لوكيله الذي هو مصدر شرعيته ومصدر ومنهجه والذي دربه وسلحه وموله، هذا هو الأخطر في تقديري. ولذلك أنا أعتقد أن الخطورة ليست الخطورة استراتيجية للأمن القومي العربي ليست علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح صحيح أخطأ، له أخطاء ولا زال له طموحات، ولكنه طموحاته قد تتبخر في مرحلة من المراحل، وقد يقتنع بتسوية سياسية ما. لكن المشكلة الذي لا لكن الذي هذا في تقديرك سيد سليمان، وفي تقديرات ربما التحالف العربي، لكنه ربما ليس كذلك في تقديرات الشعب اليمني، اليمنيين الذين قدموا تضحيات منذ 2011 حتى الآن. دكتور فيصل الحذيفي، هذه التقديرات التي ربما تجعل من المخلوع صالح جزءا من حل سياسي قادم، هل تعتقد أنها فعلا هي سبب تخبط الرؤية في أداء التحالف العربي في أدائه منذ انطلاق عاصفة الحزم؟ تخبط يعني رغبة التحالف العربي في مسألة إنجاز المعركة في اليمن، وأيضا مخاوفهم من الربيع العربي وتطلعات الشعب اليمني في إنشاء دولة وطنية ويعني دولة قوية. هل يمكن أن نجمع بين هذين النقيضين لنفسر هذا التخبط في أداء وفي رؤية التحالف العربي لمعركته في اليمن؟ نعم دكتور فيصل. لا يمكن الجمع بين الرؤيتين، باعتبار أن اليمنيين قدموا من التضحيات ما تكفي ما تمنعهم من التنازل عن مطلبهم الجوهري وهي الحرية والدولة المدنية والديمقراطية ومحاسبة المجرمين. وبالتالي صالح منتهي من حسابات اليمنيين الذين قدموا هذه التضحيات، إنما السعودية والإمارات يمكن أن يكون لهم حسابات بهذا المعنى، لكن هل قادرين على إقناع الشعب اليمني أو إنجازها بأي شكل من الأشكال؟ هذا غير منظور أو غير ممكن. طبعا التعاطي مع طرف الانقلاب بشكل مختلف مع علي عبد الله صالح ربما يفهم الدور الذي تلعبه الامارات في هذا الجانب بكل وضوح، باعتبار انها تزعمت دعم الثورات المضاده
ودعمت بقايا هذه الأنظمة التي أطاحت بها الشعوب. هذا واضح بكل جلاء، لا يحتاج حتى إلى تبيان، وهو ما يفسر أيضا صدور قائمة عن طرف دون آخر. وصدور القائمة بحد ذاتها لا تقدم شيئا، يعني سواء صدرت القائمة باسم الحوثيين أو باسم النظام السابق علي عبد الله صالح وشلته، صدرت أو لم تصدر، يعني ما قيمتها؟ يعني فقط تعري بعض الشخصيات الحوثية التي لها دور في قيادة المنظومة الهاشمية التي تريد أن تستعيد السلطة بدعم إيراني لنفسها. لكن هل ستقصفهم؟ هل ستتابعهم؟ هل ستحاكمهم؟ ما هي الطريقة؟ هي هذه القائمة صدرت دون أن يكون لها توضيح، ما هي الطريقة التي يمكن أن تأخذ بيدها عليهم؟ يعني هل ستنزل بقوات على الأرض لكي تلاحقهم في بيوتهم، أم ستقصفهم بصواريخ؟ يعني خلال 3 سنوات ولم تستطيع أن تنال منهم شيئا، والقصف القوي يتندر عليه اليمنيون، يعني عندما يطال مدنيين ويطال قضايا فرعية لا قيمة لها، بينما يتجاهل عروض عسكرية يقيمها الحوثيون في ذمار، في صنعاء، في عمران، في حجة. استهدفت القاعة الكبرى وهي مدنيين، يعني حتى لو كان فيها عفاش أنا أرفض أن تستهدف وفق القانون الدولي والإنساني، ولكن تكتلات عسكرية في معسكرات علنية لا تستهدف. يعني هناك تساؤلات الحقيقة لن يستطيع أحد أن يجيب عنها بقدر ما يجيب عنها طرف من دول التحالف. نعم، والطرف موجود معنا الآن، ربما الأستاذ سليمان ربما يجيب عن بعض هذه التساؤلات. يعني دكتور فيصل، أن يقصف مدنيون في حقه أكثر من 10 مرات. نعم، هذه الكلفة. طيب ولا تقصف معسكرات علنية. نعم، إذا يعني تحدث الدكتور فيصل عن كلفة إنسانية كبيرة، سواء عن طريق ضربات التحالف للمدنيين في أكثر من مكان، أو عن طريق الظروف الإنسانية الصعبة التي وصل إليها اليمنيون بسبب الحرب وبسبب الحصار وبسبب نهب أيضا الانقلابيين للمساعدات والإغاثات التي كان يجب أن تصل إلى كثير من المحتاجين في اليمن. هذه الكلفة الإنسانية بالنسبة للتحالف العربي أين يمكن أن نضعها؟ لماذا هي غائبة في حسابات التحالف العربي؟ حتى عندما حاول أن يصعد عسكريا وسياسيا في تعاطيه مع الانقلابيين، ذهب أول ما ذهب باتجاه مزيد من التضييق على المدنيين ومحاصرتهم. الإنساني بالتأكيد مؤسف للجميع، ونتمنى تقليصه، ومن يعني من الطبيعي في كل حروب الدنيا أنه يكون في هناك أخطاء غير مقصودة، ولكن أنا أعتقد أنه كان هناك في توظيف سياسي لهذا الجانب واضح، والأخوان في قطر والأخوان الموالون لهم في اليمن يعني رأيناهم يبرزون هذا الجانب بعد الخلاف الخليجي القطري، وطبعا التوظيف السياسي للمآسي الإنسانية يحصل في كل الأحوال. وأنا أعتقد أنه هذه الجهود لو انكبت لخدمة العمل الإنساني الميداني بدلا من استثمارها للتنابز السياسي والصراعات السياسية، لربما كان الوضع أفضل ميدانيا، وهو أفضل. يعني الجهد الذي بذلته الحكومة والتحالف العربي والأمم المتحدة مجتمعة حاصرت وباء الكوليرا، والآن نرى يعني نجاحا حقيقة في تقويض وفي السيطرة على مرض الكوليرا. نفس الشيء في التموينات الغذائية والدوائية. أنا أعتقد أنه الذي جرى الآن هو إغلاق ميناء الحديدة، وميناء الحديدة كان بالحقيقة مصدر تمويل للعمل العسكري للإنقلابيين. وأنا في تأكيد في 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 يقيني الراسخ أن الأمم المتحدة لو أنها كانت مخلصة
في نواياها لخدمة العمل الإنساني الميداني لا تعاونت مع الحكومة الشرعية واستخدمت موانئ الجنوب واستخدمت منفذ الوديعة. وبالمقابل سيد سليمان، وبالمقابل إذا كان التحالف العربي جادا في معركته في اليمن في استعادة الشرعية في البلد وإسقاط الانقلاب لكان أنجز المعركة العسكرية وحرر المناطق يعني التي لا زالت حتى الآن تحت سيطرة الحوثيين، ولما كنا شاهدنا تلك الأجندة الإماراتية في عدن وفي الجنوب العربي. اسمح لي أرد عليك. هل تعتقدين أخت أسوان أنه في دولة عاقلة أو لديها قيادة حريصة على قدراتها وعلى إمكاناتها وعلى شعبها وعلى أقليمها تتقصد استمرار الحرب؟ إطلاقاً لا أحد يريد إلا إنهاء الحرب وبأسرع ما يمكن. أنا أعتقد إنه الأسباب يمنية وليست عربية. أسباب استمرار الحرب بهذا الطول، وهو على كل حال طول مفهوم أنا بالنسبة لي إذا قرأت التاريخ اليمن، صراعاته العسكرية ليست قصيرة على كل حال. وأنا أذكر في قناة الجزيرة استضافوني الأخوان في الجزيرة من أول شهر قالوا ما انتهت الحرب، قلت ولن تنتهي هذا العام. يعني معقول حرب في اليمن ذات طبيعة استراتيجية وداخلة فيها إيران وداخلة فيها قوى سياسية وقبلية يمنية وإقليمية يمنية وتنتهي في فترة بسيطة؟ أنا كنت سألتك عن النموذج الذي قدمه التحالف العربي في المناطق المحررة، دعنا نأخذها كنموذج، عدن والمناطق الجنوبية، ما الذي يفعله التحالف العربي هناك؟ لماذا تغيب الشرعية في عدن؟ لماذا يمنع الرئيس الشرعي من العودة إلى عدن؟ لماذا يتم دعم الميليشيات خارج إطار الجيش ودعم شخصيات مناوئة للرئيس الشرعي البلاد وشخصيات تم عزلها من السلطة؟ كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني دعنا نأخذ هذا النموذج لنقيس عليه بعد ذلك ما إذا كان فعلا المشكلة في اليمنيين أم في أطراف أخرى. أنا أعتقد أنه الرئيس اليمني لا يوجد أحد يمنعه ولا أي قوة تمنعه، وربما أنه الوضع الأمني غير يعني مريح له حتى الآن. إذا كان هناك من يمنع الرئيس هذا أمر مدان، ولا أعتقد أنه هذا موجود. ولكن على كل حال إذا في مشكلات ميدانية أنا أعتقد أن اليمنيين وخاصة طموحاتهم السياسية لها علاقة. يعني الحراك الجنوبي أنا أعتقد أنه ربما أنه هو لا يريد رئيسا يمنيا، يريد رئيسا جنوبيا. ويعني أنا أفهم بعض الحيثيات الميدانية، وإن كنت لا أفهمها بالاستيعاب التحليلي، ولكن على كل حال التحالف العربي لم يصدر منه. نعم، لكن الرئيس هادي هو شخصية جنوبية فقط لأنبهك، ورئيس الحكومة نعم. أيضا جنوبي، ومعظم الوزراء هم من الجنوب. إيوة، بس الجنوبيين منقسمين أسوان، يعني حتى الجنوبيين. وما مصلحة الإمارات إذا كان الجنوبيين منقسمون، ما مصلحة الإمارات أن تذهب إلى القسم المناوئ للشرعية؟ أليست هي موجودة لاستعادة الشرعية؟ أنا ما عندي إجابات، تسأل الإمارات إذا في شيء من هذا. أنا لا أرى شيء من هذا. ربما يكون هناك أخطاء في الميدان، أخطاء في التنسيق. إذا كان في شيء يتعلق ب صراع الإماراتي القطري وينعكس يمنيا، أنا لا يعني لست في مقام المتمكن من الإجابة على نعم. هذا إذن نعم دكتور فيصل، سؤال أخير وأرجو الاختصار فيه، أنت كيف تنظر الآن إلى ما تقوم به قوات التحالف العربي على الأرض، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، أو بعبارة أخرى إلى أين يقود التحالف العربي اليمن بعد طبعا الأحداث الأخيرة تحديدا؟ دكتور فيصل، أعتقد بأن دول التحالف هي نفسها غير قادرة على تحديد الرؤية، لأنه دول تدخل في معركة تبشر بأنها ستحسمها خلال شهر
تحت عاصفة الحزم ثم عاصفة الأمل، وبالتالي نحن الآن قادمون على السنة الرابعة. دول التحالف نفسها غير قادرة على أن تحدد لنا إلى أين تتجه المعركة. هناك تناقض كبير بين المعلن وغير المعلن، لا نستطيع أن نفهم لماذا تتصرف الإمارات مثلا باحتلال الجزر ومنع الصيادين في المخا من الاصطياد، لماذا تضع يدها على سقطرى بشكل علني وبشكل ما يشبه البعد الاستعماري. يعني اليمنيون أصبحوا يشكون من نزاهة دول التحالف في التدخل باعتباره عونا، إلى أصبح عدوانا. يعني وعليه إلى أين برأيك تقود، يعني تقاد الأمور أو تذهب التحالف لأين يذهب باليمن، خاصة والحديث عن أقلمة الصراع في أقل من دقيقة دكتور فيصل؟ دول التحالف تذهب باليمن إلى إخراجها من قطار الدولة، من قطار حتى عضوية الأمم المتحدة. يعني أصبحت اليمن مجرد جغرافيا تلعب بها عسكريا وتدرب قواتها وتعبث دون رقيب أو حسيب، وبالتالي المال الخليجي يغطي عوراته في دعم مراكز القرار الدولية حتى لا يحاسب. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. كما أشكر جزيل الشكر الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، كان معنا عبر سكايب من الرياض. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة، إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.